كنت بروح زمان وانا صغير كنت بترقص كنت حابب الرقص وكده بس ما كنتش لاقي حد بيسمعني وكده فسبتها وبترقص تقريبا قد ايه بنروح نتمرن كل اسبوع كل سبت حاسس باي اختلاف حصل في الثلاث شهور دول عرفت حاجات تانية انا ما كنتش اعرفها عرفت رقص المعاصر بعمل مع اصدقائي بقى في ناس بتسمعني بقيت بعرض فني قدام ناس بقيت باجي مسرح ناس بتسمعني ناس بتقول لي انت راسك حلو بقيت حبيت الموضوع وعرضت كذا مره هو مرتين بس كويس في 3 شهور عرضت مرتين ايوه على مسرح احكي لي برده انت يعني بتحس بايه مختلف عن ان انت جيت بدات تعمل رقصا كده عن مثلا لو بتلعب حاجه تانية او بتلعب رياضه حاسس ان ده فارق معاك في حاجه والله هو مضيف لي ان انا بقدم حاجه بتبسطني وبتبسط اللي قدامي عشان انا بعملها باحساس وبعملها صح وغير كده كمان بعملها مع اصدقائي مع الفريق كلنا واحد وبنعملها كواحد بس كلنا يعتبر واحد فده بسطني جدا يعني حاجه مفرحه قوي واحكي لي بقى احساسك غير بقى ما تروح تتمرن وكده لما بتيجي تعرض على المسرح واول مره جيت عرضت صراحه اول مره جيت عرضت كنت خايف فلما عرضت المره اللي هي المره اللي فاتت كنت عارض وانا خايف المره دي ان شاء الله يعني واخد الموضوع عادي لو انا عرضت المره اللي فاتت وعجبت الناس عايز اعجبهم اكتر وما اخافش يعني انا مش خايف من حاجه والناس كانت بتقول لك ايه بعد ما بتخلص عرض وكده اصدقائي كانوا بيقولوا انت بترقص حلو بسم الله ما شاء الله بصراحه كويس وكمل في الرقص وكده يعني غير فيا ان هو ايه ان انا مش لازم برضو اكون مثلا بلعب كوره بس اكون بشتغل بس يكون في حاجه تاني برضو انا بعملها غير الكوره او غير ديت او غير ديت حاجه بعملها موهبه فيا انا بعملها عشان ابسط اللي حواليا وابسط اصدقائي وكده ومش تبسط نفسك انا بنبسط بصراحه بس لما بنبسط اكتر لما بعمل حاجه صح وبعملها باحساس ساعات بكون خايف بتوتر فيها فبغلط بكون زعلان فلما بعملها صح وواحد مثلا يقول لي برافو برافو بنبسط اكتر فبحب الموضوع اكتر احكي لي بقى انت بتيجي تعملي الرقص بقالك قد ايه بقالي 3 سنين وبتتمرني كم مره في الاسبوع يعني 4 ايام يوم يومين لو انا عروض بنعمل 4 ايام لو ايام عاديه يومين طب احكي لي بقى في الثلاث سنين دول ايه اللي اختلف في حياتك بقى اختلف في ان انا كنت الاول خالص كنتش عندي ثقه في النفس لو كنت باكل على المسرح كنت بخاف جدا كنت كده بتطلعش في بعض كنت بخاف جدا فدلوقتي بقيت اثق في نفسي وكنتش بعرف اتكلم عن نفسي كتير او مش بعرف اعبر عن مشاعري يعني فالرقص علمني حاجات كتير انا اعرف اعبر عن مشاعري واعرف اتكلم مع اللي انا عايزه اقوله وعايزه اعرف على حقوقي برضه في طاقه سلبيه من جوانا بنطلعها في الرقص فدي اتعلمت في الرقص وكمان انت كنت بتقولي لي حاجه ليها علاقه بان انت تعبري عن نفسك اكتر وما كنتيش تتكلمي وكده فدلوقتي في الرقص بقيتي بتتكلمي اكتر يعني مع الناس ولا ما انا بقعد بتكلم مع حضرتك اهو انت حاسس ان ده اثر عليك انت بقى في حياتك بره 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 الحصه بتاعه الرقص في يومك عامه في المدرسه في مع اصحابك ده اثر عليك في حاجه خلاك مختلف في حاجه معينه هو خلاني اعمل اللي حواليا اكني بعملهم في نفس تدريب الرقص ازاي بقى يعني بعملهم مثلا لما احنا بنتعامل كواحد فطبعا هناك لما احنا بنبقى قاعدين مع بعضين في المدرسه او قاعدين في البيت مع بعضينا بعاملهم برضك انهم برضو كواحد كنا كل واحد يعني انت بتحس ان اليوم اللي تبقى رايح فيه تعمل الحصه دلوقتي بقيت مستمر بقالك سنتين صح ايوه فبالتالي اليوم السبت اللي بتروح تعمل فيه الحصه ده بالنسبه لك بيبقى حاجه يعني مهمه ولا لو فاضي بتروح ولا لا بتبقى حاجه مهمه بالنسبه لي ده انا بفضل استناه من الاسبوع لحد الاسبوع الجاي وقول لي عملت عروض عملت عرضين وبيبقى احساسك ايه بقى لما تطلع على المسرح في الاول في الاول كنت خايف كنت قلقان ما كنتش عارف اعمل ايه يعني المره الاولى دي ما كنتش فاهم في اي حاجه المرة التانية اللي هي دلوقتي دي كنت فاهم هعمل ايه وهمشي مع ده وهمشي مع ده وده لما يخش انا استنى كده فهمت الدنيا انت كنت بتقولي لما تبقى متضايق ساعات بتطلع تفش مع نفسك احكي لي ازاي يعني بتعمل ايه مثلا يعني مثلا بكون قاعد معزول كده متضايق فبخش الاوضه وابقى ادرس مع نفسي بتحس بعديها ان انت بقيت احسن شويه؟ بحس يعني ان انا هديت بترقصي بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين فبقى بتتمرني قد ايه؟
بتمرن في الاسبوع مرتين، لكن لو في عروض ساعات بتمرنها 5 يا 4. طب انت حاسه ان في الثلاث سنين دول بقى بترقصي وقت كتير، ده غير فيك حاجه؟ غير كتير. عامه هو الرقص انا ما كنتش مهتمه بالرقص قوي، كنت شايفاه حاجه تافهه جدا، يعني ايه اطلع على مسرح واعمل الجو ده؟ في البدايه كنت حاسه ممل جدا، حركات غريبه وتمرينات غريبه، فكان ممل بالنسبه لي. بس اكتشفت ان الرقص والتدريب اللي انا باخده فيه مميزات كتير جدا. بيهديك عن العصبيه، بيخليك تعرف تتعامل مع الناس بهدوء بصبر، بتعبر عن نفسك بالرقص. لو انت عايز توصل رساله للناس والناس مش قادره تسمعك، او انت مش عارف توصل ان انت تسمع رايك، ممكن تعبره برقصه بمشهد تمثيلي. لان الرقص عامه الرقص مش هو حركات جسم، لا، فن، ابداع، تمثيل. ما هو التمثيل بيدي للرقص اداء. انا اي حاجه في الدنيا بحب اعبر عنها دلوقتي الرقص، اللي هو ممكن اعبر عن اي حاجه في الدنيا، مبسوطه، فرحانه، زعلانه، كل حاجه. حسيتي ان الرقص فرق معاكي في حياتك؟ هو الصراحه انا بالنسبه لي الرقص ده حاجه بالنسبه لي ايجابيه جدا جدا جدا، بحبها. بس والنوع كمان بتخليني مثلا لو انا متضايقه بروح ارقص، بحس ان طلعت حاجات سلبيه تيجي لي مكانها حاجات ايجابيه. بس من بدايتي كنت بستلطف، وكان يعني اول عرض خالص المدير بتاعتي قال لي استوب، عيدوا من الاول، عيدوا من الاول. بس بعدين بقى اتعودت على كده، فراح خلاص عندها حق، الحاجه مش مظبوطه، حاجه مش عاجباها، لازم نعيد عشان نطلعها بقى احسن.